خلينا نشوف ايضا نقاش جميل بين اخونا مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه، يقول لي كامل العوضي خليك معي من كثر ما هو محتر. كامل العوضي حاكي سعدون، سعدون هذاك ماشي، ومرزوق الغانم يقول خليك معي يا اخي لا تناقش، وصار فيها نوع من الطرافه. شوفوا التقرير. تفضل اخ كامل العوضي، ارجو بس ان تكون في الموضوع، لا تدش في سجال. ان شاء الله ان شاء الله، لا شمال ولا يمين. ناداني، لا لا ما اقول اسمه، ما اقول اسمه، ارجوكم نادوني. خليك معي اخ كامل، لحظه لحظه، خلال ربع ساعه سعدون احسدون، لا تقعد يا سبحان الله، بدل ما يناقشوني كله رف رف. مو 2005، خليك معي يا كامل، خليك معي. شرط البارح، البارح انا جايبين لي اياه قبل لا يوصل بيد الوزير، الوزير جابوا لي اياه اليوم، انا عندي اياه من البارح. يقول لا لا البارح بالليل، يقول هذا حماد، خله يا ابو حماد، هذه لا يشوش اخ الرئيس. نرجع لكتاب هيئه الاستثمار اللي للحين صحيح، صحيح ان احنا عندنا. خليك معاي يا كامل، خليك معاي. وبعدين اول مره انا حقيقه اشوف مجلس يا ابو طلال، كلمني انا، لا اسف اسف اخ الرئيس، اول مره في حياتي ترى هذه الشركه رفضناها. شكو ترفضها انت؟ انت اللجنه الصحيه، ذول اللجنه الصحيه يا ابو طلال، ارجوك كلم الرئاسه. لا ما تكلم، ما يجوز، خليك اخ الرئيس. اللجنه الصحيه ما لها دور في انشاء الشركات بدام فيها فلوس، الماليه هي المختصه. لا تلومون كامل العوضي. عموما الان عندي مداخله